بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس برودرن زيسترز وزان هير إن القصر الكبير يا وزان هير إن جمعية وادي المخازن أن ناس مزيت نائمة لا تبيس لاس النار هارفرها نائمة أختي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تقولي لنا شكونتي واسم والسبب باش جيتي هنا وكيفاش الحالة ديالك ممكن أسرية؟ أنا اسمي نعيمة عمري 27 عام. نعم. ومريضة بالسكر. واحد النهار أنا كنت هكا عادية وواحد نفقت مني فقط لقيتها في نصف ديال الجسم ديالي مشلول. لا لا. وتما جيت مشيت للطبيب قال لي دكتور هذا مكلاوي نشفولك. لا لا. وتما بدات المعاناة ديالي. سبحان الله. تما اكتشفت أن أنا في دياليز و تما بدات المعاناة ديالي. لا 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 مسكين لا 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 ان اسا دياليزي باسيونت فشفنا بان ممكن يعني اكثر من هذا الشيء انك مكفوفه لا تعطينا ممكن تشرحي لنا كيفاش ملي بديت نصفي بقى كيطلع لي التصوير العينين وتما مشى لينا للدار ديالي. لا لا شحال هذه دابا شحال من سنة تقريبا؟ دابا شي 3 سنين. 3 سنين دابا. لا لا وبقى يمشي شويه بشويه ولا مشى مره؟ لا مشى شويه بشويه. لا لا مشيت للطبيب العيني وهذا والو قال لك ما عندنا ما كاينش امل. لا 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 دوز بس برودر سيسترز سوس سيدي سوس سيدي مسينا بكورت اونز سيستر از دان اتانك يا de suiker zit en heeft dan uiteindelijk beginnen knagen aan haar, waardoor ze uiteindelijk zelfs blind is geworden. Dus zij is volledig blind, ziet echt helemaal niets. En ik denk eerlijk gezegd, dat moet niet gemakkelijk zijn. Wallahi, een momentje om even stil te staan. Een momentje voor jij die nu aan het kijken bent. Dank Allah azza wa jalla voor die twee gunsten die je eigenlijk op je gezicht hebt. أخت نعيمة ممكن تقول لنا يعني باش تعاني الآن يعني أنك فعلا مكفوفة وأنك مريضة وأنك فيك السكر وأنك يعني حتى النصف تاع كلمات وداك الشيء والحمد لله دقة نقول هذاك رجع ولكن باش تعاني الآن يعني معاناة كثيرة يعني بزاف معاناة ما كنشوف شيء وكنحس كنعاني بزاف وتفاد بغيت نمشي غير شي بلاصة خصني ضروري نساعد أختي ولا خويا ولا لا لا صحيح يعني والوالدة تساعدك في هذا الشيء؟ لا الوالدة ما عنديش مسكين عندي ميتة دابا. لا إله إلا الله. والوالد ما عايشش معاه. لا إله إلا الله. من المرات اللي عندها أختي هنا كبيرة هي اللي شدتني عندها مسكينة. الله. هي اللي ساكنة هنايا. هي اللي قامت بك. هي حتى الجمعية أنا أقصد. دوس زوز فيلي أوك مسكين بغريبة. Het is echt een heel, heel emotioneel verhaal. Yani, naast dat zij al die ziektes heeft en dat ze niet kan zien enzovoort, is het ook zo dat haar moeder eigenlijk vrij jong gestorven is. Dus eigenlijk was zij nog vrij jong. En ze heeft dus, haar vader woont, ze woont niet bij haar vader. En ze zegt, ik heb telkens mijn zuster nodig of iemand anders die mij yani, naar ergens kan brengen. Ja? وحتى في الدار ممكن انك تحتاج يعني الاخت وداك الشيء ماشي فقط باش تخرج ولكن حتى في الدار ممكن تساعدك في الدار يعني في بغيت نمشي مكان لحد حاجه ضروري خصني اختي. لا لا كنمشي كنقلب راسي من الحيط ولا من الباب ولا لا لا والله لسه هارت فرسكيورنت والله العظيم يعني زيخت اوك بينس هاز هاب ايك ناتورليك مان زوستر نودغ. Ze zegt, zonder mijn zuster, ja, heel vaak bots ik tegen de muren enzovoort, want ja, natuurlijk heeft ze ogen nodig van iemand, ja, en die heeft ze natuurlijk niet. Misschien best een kader om te zeggen, ook we, zodat we het gevoel hebben. Gelukkig, marhamouri. شي كرسي متحرك ولا شي يعني محتاجه شي كرسي ولا نعم وعلاش بالضبط يعني تقدري تشرحي لنا لو ما كاينش هذا الكرسي يعني واش صعب عليك باش تجي للجمعيه هنا ولا كصعب عليا بزاف من زمان ما كنصوب فيه كنخرج ما نقدرش نزيد لا غير خصي بعد ما كتهزني ولا كتشدي التاكسي ولا وحنا يعني الحاله ما نعم يعني ماشي شي حاله
Naam, subhanallah. Dus ze zegt natuurlijk naast al deze problemen is er ook armoede. Ja? De armoede en wat doet ze? Ze zegt, we hebben telkens opnieuw, yani, we hebben de mensen nodig rondom ons. En zegt dan natuurlijk, is dat mijn zus een rolstoel zou enorm veel wonderen verrichten. Want waarom? Ze zegt, ik moet telkens een taxi nemen. En ze valt dan ook soms flauw ja, op straat enzovoort. Dus dat zou echt een enorme hulp zijn, denk ik, voor onze zuster Naima. الأخت نايمة ممكن تعطي رسالة شكر للمشاهد تشكر جميع المشاهدين والمشاهدات ونشكر طاقم والله يجزيهم بالخير على الناس اللي عاونونا والله يرحم الوالدين ويجزيهم الله بالخير وفرحهم كما فرحونا الله يحفظك يا أختي ربي معك إن شاء الله ربي يخليك ويرحم الوالدين آمين دوس بست منسى بست برودر سيسترز بست دوناتورز. Zoals jullie hebben gezien is Naima een van de duizenden gevallen misschien hier in Marokko. Een geval toch wel apart, zou je zeggen. Maar dit is voor ons echt een hele sterke les. Een les om even stil te staan bij het feit dat je misschien wel alle gunsten hebt. Maar dat je Allah zo nooit hebt bedankt. Misschien is dit het moment dat je even een minuutje geeft voor jezelf en nadenkt. En Allah zo bedankt. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا